انا اول الشهر دخلت بليالي مظلمه، لكن بعد ذلك كل يوم اصحى من النوم بوعي اكبر وفكره جديده، والاهم تخلصت من التعلق الحمد لله. روحه برافو يا جنان، واي فكره جديده تجيلك واي حلم تحلميه اكتبيه يا جنان وسجليه عندك، علشان بيجيلك بعد كده بيانات تانية. احلامكم هتزيد بعد التشافي يا جماعه، احلامكم هتزيد جامد جدا 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 برسالات معينه تسجلوها عندكم، لان تسلسلها هيكون واقع ليكم انتم في حياتكم. فعلا تحممت بمية وملح وقرأت بعض الآيات، تخلصت من العذاب النفسي وبطلت أفكر بتوأمي. برافو، مية وملح، مية وخل تفاح، كل ده هيوازن عندكم حاجات كتيرة جدا. بالنسبة لك انت كهربة بتكوني محتاجة حمضي أكتر من قلوي، تمام؟ حاولي تشربي أحماض كتير، يعني تاكلي حاجات فيها حمضيات كتير. بس كيف بينفك هالتعلق؟ بتعلقك بالله ودعائك لله سبحانه وتعالى هيشيل التعلق نهائي من قلبك نهائي، بيقين مع الله سبحانه وتعالى، بيقين ان انا عندي يقين بيك يا رب سبحانك وتعالى انك قادر على كل شيء، وان انت وحدك اللي هتفكلي التعلق وتشيل هذا الشخص من قلبي، لان صاحب وملك القلوب هو الله وحده، هو اللي بيبدلهم، هو اللي بيقلبهم ما بين اصبعي، هو ربنا سبحانه وتعالى. فالقلوب دي بتاعت ربنا، لذلك اللي بنحبه النهاردة حاجات كتيرة جدا واحنا صغيرين كنا بنحبها، كبرنا ما بقناش بنحبها. ناس كتير في حياتنا دخلوا في حياتنا كنا بنحبهم بعد كده كرهناهم او ما بقناش بنحبهم. فعادي لما تاخدي الامور عادي مش هيحصل تعلق، ولازم تراقبي نفسك في التعلق، لان دي بقى من الاحداث اللي انا مريت بيها، ان انا اكتشفت ان انا برضو لسه بتعلق مثلا بقطة لا، يعني تعلق بالاشياء وبالحاجات دي لا، لانها بتضيع. عارفة كده خدت اشارة كده من ربنا سبحانه وتعالى، تتعلقي بشيء بيروح. اشرب خل وليمون باستمرار حبيبتي، انت هدية من الله حبيبة قلبي. صح شربي كده، بس خلي بالك من المعدة شوية، يعني قللي الخل شوية، بلاش دايما تبقى على معدة فاضية عشان المعدة. هو في انجذاب في الاول، بس كان في تلميح من حلوة مش اكتر من كده. حرمتي لما كنت بطرده كان بيقولي مش عاوزك تتعلقي بحاجة وحشة، وهو كان بيقولي ان اقرب من ربنا دايما، ان اقرب من ربنا دايما. صح، وهو ده الصح، هو ده الصح، انك لازم تتقربي لربنا سبحانه وتعالى، تقربيش لاي حد، ومش تقربي لحاجة وحشة. انت ما تتعلقيش باي حد، لانك ما تعرفيش الحلو من الوحش، اللي بيبقى حلو دلوقتي بيبقى وحش بعدين. الله، ده اللي بيبقوا متجوزين واخدين بعض عن حب وكانوا بيصوصوا حب، اس فجأة بقى ابن البطة السودة، بقى نرجسي، بقى فيه وفيه 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 وفيه. صح، يبقى اذا ايه؟ ما نتعلقش بحاجة. المطاردات يا جماعة، المطاردات انتوا اللي عايزين توازنوا، اللي بتقول اعطيني نصيحة حبيبة قلبي، المطاردات محتاجين انتوا تقللوا الحامض شوية، الحاجات الحمضية تقللوها شوية وتبدلوها بحاجات قلوية، اجسادكم محتاجة كده. عشان كده انا جنان بالنسبة لي هي هاربة، فعشان كده قلت لها حاولي تاخدي حمضي عشان توازن عندها، فهمتوا؟ محتاجين المطاردات، محتاجين طاقة القمر، محتاجينها جدا جدا جدا، محتاجين التجذر على الارض، ان انتوا تتواصلوا مع الارض، يعني بلاش شوز في رجليكو، امشوا حفي، تمام؟ التراب ده مهم جدا ليكم، لو في شاطئ، على رملة، على في حديقة، في بيتكو، تنامي على الارض، ده مهم جدا انك وصولك تواصلك كده مع الارض. المية، المطاردات معظمهم شرب المية قليل عندهم، المية هتعمل توازن رهيب معاكو، رهيب. ليه؟ تاخدوا على طول عكس الهارب، عكس طاقة الين، تمام؟ عكس العناصر بتاع طاقة الين، انتوا لازم تشتغلوا عليها. انا بقيت بحس اني كنت مغمضة وفتحت يناني، سبحان الله، بقيت لما اشوف توأمي وتصرفاته العجيبة احيانا بقول في نفسي معقولة انا للدرجة دي كنت عامية بصيرة؟ حقيقي الصحوة الروحية دي نور من عند ربنا. صح، ما هي فعلا نور من عند ربنا سبحانه وتعالى، والنور جوانا على فكرة،
عارفة يا نسيم الصبا ان النور جوانا، كلك كل جسد فيكو، في الداء وفي الدواء. طيب هما المعالجين بيبقى طاقتهم عالية زيادة، ربنا مديهم طاقة زيادة فيقدروا يدوا للآخرين، تمام. طيب انتي لو اشتغلتي على نفسك هتبقي كده زيك زي المعالج بالظبط، وعلى حسب قدرتك. ربنا بيدي المقدرة لكل واحد. احنا كلنا مش شبه بعض، كلنا مختلفين، كلنا بنكمل بعض، لكن اكيد ليكي رسالة في حاجة تانية معينة. بمناسبة التعلق، انا فكيته من كل شيء، بالذات من صحابي اللي مختاروهم نتيجة الاعتماد العاطفي، فانا دلوقتي بعيدة عنهم وحاسة اني وحيدة ومش مرتاحة نفسيا لكده. المفروض اعمل ايه او اتصرف معاهم ازاي بعد الصحوة وكل ده؟ لا، لو انتي متضايقة نفسيا يبقى انتي ما اشتغلتيش على نفسك صح، لان بعد كده انتي ما بتفكريش غير في نفسك وفي افكارك وفي دنيتك وفي شغلك وفي حياتك فقط لا غير، لا بتفكري في اصحابك ولا بتفكري في مين راح فين جه منين خالص، ولا بتتضايقي نهائي، بالعكس بتبقي قاعده بتبقي عايزه تقعدي اكبر قدر ممكن في ترحاب مع الله سبحانه وتعالى بعد ما بتخلصي شغلك كده، عايزه هدوء وعايزه تعملي مديتيشن وتقعدي كده مع ربنا سبحانه وتعالى، فمش هتبقي حاسه باي حاجه وهتعيشي حياتك حلوه، وهتخرجي وهتسافري وهتروحي وهتيجي وعادي جدا. انا عامله جدول عشان التزم بشرب المويه، عشان تعرفي انت شربتي 3 لتر او 4 لتر او وات ايفر انت هتشربي قد كام لتر. خليهم في ازازه عشان كل ما تفضل تبقي عارفاها. بالنسبه لكم انتوا صفات، من حاجات من صفات الين الطاقة الأنثوية، تبتدوا انتوا تستخدموها كمطاردات أصحاب اليانج، يعني تاخدوا طاقة الشمس بس مش كتير قوي، مش كل يوم، ولازم توازنوا وتاخدوا طاقة القمر، مهمة جدا ليكو. الين دايما بتلاقيه قاعد وسارح مع القمر ومع النجوم، فاهمة؟ عشان كده طاقة الين عنده عالية، الهاربين كده. تواصلكم مع الارض، هو بيتواصلوا مع الارض جامد جدا، مع الارض والتراب والكلام ده. انتوا المفروض العكس، ان انتوا تعملوا كده. هو المفروض بقى يتواصل كين مع الشمس، مع السماء، النهار عموما مش الليل. والالوان انا قلتها لكم قبل كده، اليانج دايما بيبقى الوانه اسود، برتقاني، الاحمر، لا الاحمر، تمام. واليانج سوري والين بيكون الابيض والازرق والبنفسجي، فانتوا المفروض تلبسوا بقى الالوان دي، الابيض والبنفسجي والازرق كيانج. ازاي اعمل درع حمايه للهاله بتاعي، اوقف الهاله من اي طاقه سلبيه، اتخيل دايما نور حوالين جسمي مع قراءه القران، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. تحصني على طول من يمينك ومن يسارك ومن خلفك ومن امامك ومن تحتك ومن فوقك بقيه الكرسي، ودايما بخور لبن ذكر اللي هو الكندر في بعض البلاد، لبن الذكر والقرفة، ورق غار. صح والله، احب القمر والنجوم واسرح فيهم. حبيبتي عشان هاربة، عشان كده بقول لك انت بقى المفروض تعملي ايه العكس. لازم الشمس الصبح تاخدي طاقتها، لازم بقى تبتدي بقى مع السماء تاخدي، تبصي بقى على السماء وتاخدي طاقة السماء، لازم تشتغلي على كده. انت بقى تلبسي الاحمر، تلبسي الاسود، تلبسي البرتقاني، اللون الاورنج، عشان يبقى فيه توازن. ناني انا دايما شايفه ان الحل الوحيد لكل المشاكل اللي عندي دي هي اني اسافر وابعد عن كل شيء سام حواليا، هل القرار ده كويس ولا انا بوهم نفسي وخلاص؟ وهم يا حبيبتي، انا مش قادره اتعايش وسط الناس المريضه والمؤذيه دي، ده وهم يا حبيبتي. لازم، مش قادره تتعايشي وسط الناس المريضه والمؤذيه، هم مرضى مؤذيين في ايه؟ راجعي كده، لان اللي بيستفزك منهم هيكون عندك موجود في العمق مشاكل. مش معنى ان انا اسافر انا فيا العوارض زي ما هي، ما عالجتش نفسي، فمنين ما هروح اي مكان مش هبقى مرتاحه، وبلس ان انا هكتذب ليا اشخاص على نفس الترددات الذبذبه اللي خارجه مني، على نفس تردداتي اللي هي اساسا نفسيا وحشه، ترددات منخفضه، فمهما هروح فين هكذبهم لاني ما عالجتش نفسي، فهمتي؟ فمش بالهروب، انا كده بهرب، مش بوهم، انا بهرب. الهروب ده هل بهرب من نفسي؟
صح، انا قريبي يلبس الازرق والابيض وانا البس الاسود، وما ادري الالوان تؤثر. لا الالوان بتاثر طبعا على الشكلات، ازاي كل حاجه بتاثر، الاكل بيأثر، كل حاجه بتاثر. ازاي يا حبيبتي، ربنا خلقك وحطك جوه المنظومه دي عشان تعرفي، يعني اقول لك ايه، تستفيدي وتفيدي، تعرفي تستفيدي منها وتفيدي، فهمتي؟ لكن للأسف الناس بتبوظ الكون اللي ربنا خلقه وحطنا جواه لأن تصرفاتهم غلط. حدود ربنا موجودة في القرآن، في آخر الكتب السماوية هو القرآن، ربنا حاطط الحدود كلها فيه. الناس ما والقوانين كلها اللي يمشوا عليها فيه جوه المنظومة دي وجوه الكون ده، فلا حاطط كل حاجة. الألوان ليها فوائد، الخضار اللي بالالوان ليه بالالوان، الفاكهه بالالوان ليه بالالوان، ما سالتيش نفسك ليه بالالوان؟ اسالوا نفسكم ليه. اكتر لبسي اسود، تمام، بس شكلي يعني اورنج واحمر عشان شكرا الجذر، بس اني ما حسيت بانوثتي ولا حسيت احد يحبني الا مع توامي. على فكره التوام بيحب حب غير مشروط، بس انتوا مش قادرين تفهموه. ايوه، والفواكه، فواكه وخضروات كله بالالوان، كله ملون. ليه؟ عشان اللون ده انت جسمك بيستفاد منه، فما فيش حاجه اسمها حتى لو لبست تيشيرت بلون معين او لبست لبس فستان بلون معين، فمش معناها لا، اللون بيدي طاقه للجسم، انت بتاخدي طاقه الجسم ده كلها من اللون ده. جربوا نفسكم لما بتبقي لابسه ابيض غير وانت لابسه احمر، وانت بتبقي لابسه اسود غير كذا. طب هما في العزا ليه بيلبسوا اسود؟ عشان حزانه مش عشان حزن، الناس فاهمه غلط. بيلبسوا اسود عشان طرد الطاقه السلبيه. ناني اكتشفت ان بابا توأم شوالا مع واحده لما ربطت احداث قديمه، الموضوع انتهى من زمان والحمد لله بابا اتصرف كويس، بس سؤالي هل او لو ولا بلاش انكش في حاجة عدت، خصوصا ان طاقمته بتيجي على بالي ياما. هو اتصرف كويس من زمان، يعني انتي واقفة مع باباكي ضد اللي هو اتصرف كويس من زمان، عايزة تقولي له ليه؟ هيعمل ايه باباكي دلوقتي؟ هو سنه كام سنة حبيبتي؟ عندك 47 سنة، سنه كام سنة؟ والدك اكيد كبير صح؟ فهتقولي له ليه دلوقتي؟ هيعمل ايه؟ حتى لو هي توام شعلة يعني هيروح هيعمل ايه؟ قوليلي، هيروح يطفي الشعلة؟ بقى مش فاهماك، انا هطفي الشعلة عشان اريحكم. مش عارفة والله. وبعدين ده انت بتقولي، بصي تعالي لي هنا بس، اصل انا ايه بقراكوا كده من بين السطور، والحمد لله بابا تصرف كويس. يعني انت مع باباكي في تصرفه صح؟ اهو بكره بنت التوأم بتاعك هتقول الحمد لله بابا تصرف كويس، بدلوا الكراسي قبل ما تتكلموا على حد عشان ما تاخدوش كرمة حد، نواياكو عشان يزيد وعيه. والله بارك الله فيك. يلا حبيبتي، دخليت دوامة اخرى. بابا مش بيصلي وعارف ربنا ومع يعني متجه للقرآن ومعاه ربنا وبيحصن نفسه والدنيا تمام، مش بيصلي ولا واخد خط تاني؟ اذا واخد خط تاني عرفيه عشان يزيد وعيه وعشان يقرب من ربنا، لكن لو هو مع ربنا ما تدخلوش بقى التيار ده. انا مطارده في مرحله فك التعلق التشافي، بس ما زلت اتعرف على اشخاص غير سويين نفسيا. ليش يا ناني؟ عشان لسه في مرحله التشافي ولسه لم تتشافي. وبعدين تعالوا هنا نتكلم بعيدا عن العلاقة، عايزين نعرف هل ليه انا بقول لكم سنكم قد ايه؟ يعني مثلا اللي حاجة 40 سنة او حاجة 30 سنة، الام وجروح الطفولة، وسواء اتعرضت لظلم او اتعرضت لخيانة او عار او او او، تشافي جروح الطفل الداخلي بتاخد وقت وما بتطلعش كلها مرة واحدة. مفيش حد كوتش يقدر يقولك ان انا اخرج معاكي مشاكل الطفل الداخلي كلها مرة واحدة، مستحيل.
ان مشاكل الطفل الداخلي كل يوم بتطلع حاجة، بتعالجي حاجة بتلاقي جزء تاني. طيب بلاقي الجزء التاني ده ازاي؟ بناء عن استفزاز. طب هنا الكوتش بيعمل ايه؟ هنا الكوتش بيخش او الاخصائي النفسي، احنا بنحاول كاخصائيين نفسيين ان احنا نضغط على حاجة معينة في بعض الاحيان، مش في كل الاحيان، علشان اعرف الالم ده المشكلة هنا في العمق فين بالظبط، فابتدي اظهرها لك علشان نبتدي نعالجها. فمش كل حاجة بتطلع مرة واحدة، لا. انا عمري 34، بابا عمره حاجة و60، بس قصدي اقول له عشان يشتغل على نفسه في موضوع الكرمات. قولي له يا حبيبتي، بيحب الحب الغير مشروط، مع الناس كلها على فكرة، الا بس عنده كرمات والايجو عنده عالي. قلت له يقرا سورة قاف. سورة قاف بتغزل الايجو على فكرة. اشكرك ربي على العلاقة القدرية، لاني دخلت بصحوة اكون والله كانت عذاب، لكن بالنهاية شيء جميل. ما هو كل شيء في الاول بيبقى صعب، لكن بعد كده بيبقى حلو. هيا ناني الهربي بعت لي على الواتس بيقول لي انا عايز اعرف انتي هتكملي ولا لا، وانتي هتكملي ولا لا. سؤال بقى، انتي هتكملي ولا لا؟ انا اللي بسأله لك، هو مش الهارب. وهتكملي ايه؟ هتكملي قصة توم وجيري؟ هو كده لسه مش متشافي، هو اللي بيكلمني كده. هو اللي بيكلمك كده؟ يعني هو بيقولك هتكملي في العلاقة ولا لأ؟ انتي بتقولي له، بتسألي هو متشافي ولا لأ؟ ما هتكملي في ايه؟ على نفس الطريقة؟ ولا في ارتباط، في تتويج، في زواج، في ترسيم؟ جنين، الله يعينك علينا، إليك الجنة، الحمد لله يا رب، آمين. بس قبل ما تتجوزي والنبي تعالي لي كده، بس اقعدي كده، اقعدي كده مع نفسك، مع نفسك في لحظة صادقة مع نفسك، ماشي؟ بعيد عن الإيجو وبعيد عن أي صحبة أو أي صديقة أو أي حاجة، اقعدي مع نفسك. سمعتي نفسك دي؟ نفسك، أوكي؟ عشان يوم ما هتيجي على نفسك، نفسك دي هتخليكي مش طايقة عيشتك، مش طايقة حياتك. نفسك دي هتفضل تضغط على جسدك والعياذ بالله، وتجيب أمراض صحية. خلاص، عشان كده بقولك اقعدي مع نفسك. ليه؟ اسألي نفسك، هل ده يصلح زوج؟ بعيدا عن الحب، بعيدا عن المشاعر، من فضلك اقعدي مع نفسك، ده يصلح. وده انا اتكلمت فيه في الاول، اقعدوا مع نفسكم. شوفي انا هتجوز ايه بالظبط؟ هتجوز اسد، والاسد بيقعد، والابوه بتاعته بتقعد هي اللي بتجيب له الاكل، ها؟ بيبقى معاه كذا واحده. ولا هتتجوزي ايه بالظبط؟ شوفي بقى. ولا ديب، الذئب حلو قوي، ولا بيخون، ولا ليه في المحارم، ولا ولا، وبرب امه وابوه. طب والله الموضوع حلو وممتع، ونكتشف حاجة وننظفها ونتطور ونستمتع، وممكن نكتشف حاجة ونضقها. لان انت كمان في حاجات من وانتي متبرمجة عليها، من وانتي في بطن والدتك انتي ما تعرفيهاش. في حاجات العقل اللاواعي مبرمج عليها من وانتي في بطن امك ما تعرفيهاش، دي بتسبب شعور وآلام عندك في العمق انتي ما بتبقيش عارفاها. تعرفيها امتى؟ من حكاوي القهاوي بتاعت ماما. تقعدي معاها كده وتقومي عامله لها فنجان قهوه وتقولي لها بقى مخمخي يا حاجه كده، وقعدي احكي، تخليها تحكي ماضيها. حكاويها تساعد في ربط الخيوط. طبعا طبعا، كلامك عسل والله يا باشا. لما تقولي لنا يا ولاد ويا عيال معلش اعذريني، انا على فطرتي انا مش عايشه الدور، يعني وما بحبش اعيش الدور، وما بحبش الناس اللي بتعيش الدور. انا على فطرتي جدا. ليه الهارب بعد الانفصال نحف وتعب؟ لاني شفته صدفه. ممكن تكون انتي على فكره سمنتي، تخنتي حبيبتي. لو الهارب متزوج وزوجته مش بتتعلق عنده لا فيس ولا انستا ومطنشوه خالص، ده ايه؟ دي كارما؟ لا مش كارما، بس هما بيبقوا منبهين عليهم، لان هما ليهم اصدقاء رجاله. وعلى فكره هي ماشيه كده، هي زيه، وهي ماشيه بتقاليده وعاداته. انتي اللي يعني متفتحه وغير عاداته وتقاليد دماغه، وعشان كده حطوا في دماغكم هما بيحبوهم.
دي حاجة. تاني حاجة الطرف التالت بتبقى ين قوي، بتبقى أنثى قوي، لازم تبقوا فاهمين الحتة دي كويس قوي. ما بتبقاش يانج، ما بتبقاش مسترجلة، بقول لكم دايما هي زيه، هي زيه، هي نفسها ما بتبقاش حابة تعلق ولا تحط له تعليق ولا الكلام ده كله، تمام؟ مش عشان حاجة، عشان هو ما بيحبش كده، او هي متعودة كمان على كده. مش كارما، كارما عشان ما بتحطلوش تعليق، عشان حضرتك على فطرتك حبيناك حبايبي، ربنا يكرمك يا رب. انا وتوامي الهارب بنشتغل مع بعض، وانا مديرته اظن ان هذا الموضوع تعبه جدا. اه يتعب، لان هو بيبقى عايز يقلد توأمه، عادة هو عادة بيكون عايز يقلد توأمته في كل حاجة. على فكرة كل زوجات التوأم بيكونوا نرجسيات، ما هم زيهم، ما هو التوأم عنده سمات النرجسية يا حبيبتي ورثها، وهو بياخد اللي زيه. والمطارد عنده سمات نرجسية يا حبيبتي، اه يا روحي، وبيبقى ورثها. احنا مش ملايكة يا قلبي. انا كنت دايما بيقول لتوأمي لا تعودني اموت اذا عفتني، بس اكتشفت ان وجوده مثل عدمه عادي كل شيء. هل الشفيت الاشتياق من حين لاخر؟ وجوده زي عدمه الحمد لله، مش مهم الاشتياق، مقدور عليه، هيروح هيروح يا حبيبتي هيروح. بقولك يا ريبي حلو، شكلا واخد واحد اقل منه بكتير شكلا وموضوعا، وانا احلى منها بكتير. هو ما بيفرقش مع الشكل على فكرة، وهو مش حبك عشان شكلك، يريد تفهمه، هو مش حبك عشان شكلك، هو غصب عنه بيحبك لان روحه العليا بتحبك، عشان كده دايما بيبص في عيونكو في بوابة الروح. وارجو ان هو لما يكون غير متشافي بلاش تخليه يركز في عينيكي، علشان قرينه ما يسيطرش عليكي، على قرينك، ومن هنا يحصل الارتجاف والخوف والمشاكل. لما ليش الهارب لما يحس المطارد ساكت وما عنده ولا ردة فعل اتجاهه لأشهر بيجن وبيلعب دور المتروك الضحية على السوشيال ميديا؟ ده العادي بتاعه يا حبيبتي، ما هو ضحية فعلا، هو ضحية أيامه وضحية ولادته وضحية عيشته وضحية بيئته وضحية برمقته وضحية شيطانه وضحية دماغه، هو فعلا ضحية، دي حقيقة، عشان بس الحق يقال يعني بأمانة، يعني هو فعلا ضحية. حبيبتي توأمي هارب ين وعند أنوثة زي ده، أنا من فترة بديت أعمل توازن وطاقتي الذكورية أنوثة، لقيته بيتحسن بس مش للدرجة اللازمة، هو عنده نعومة في صوته، ما الحل؟ شوية شوية هيخشن، ما تقلقيش، وهتلاقي مشيته اختلفت وشكله اختلف ولبسه اختلف. حصل يعني مرتين قررت أفك التعلق وكنت أسحب طاقتي تماما، يقوم الهارب منفصل عن الطرف الثالث، هم مش متزوجين والبنت تتعب نفسيا جدا، أحسها انظلمت كتير. يقوم الهرم منفصل عن الطرف الثالث، تقوم انت يا عيني يا صعبانه عليكي وهما مش متجوزين وهي ماشيه معاليه روحي. وبعدين مش الطرف الثالث ده هي اللي واخده منك يا قلبي؟ يعني انت زعلانه عليها عشان انظلمت؟ ابعدي عنه يا حبيبتي بقى وما تراقبوش يا قلبي. اوكي ناني، هو ضحيه، انا بعرف ظروفه النفسيه، بس هو مش متروك ومش ضحيتي انا، هو اللي بيبعد وبيلعب دور المتروك. طب يا حبيبتي هو بيبعد وعنده طرف ثالث وانت صعبانه عليكي الطرف الثالث، فانت عاملة كده، ودنك منين يا جحا؟ خلاص سيبيه يبعد، ولا تحملي نفسك ظروفه النفسية وانه عايش دور الضحية، ولا تحملي نفسك نفسيا انه هو بيسيب البنت التانية هي رخرة وبتتعب نفسيا، لان هو هيشيل كرمات الله يسهله بيها. وداين تدان، والله العظيم تلاتة ربك ما بيسيب شعرك، رقيب، في ملايكة بتراقبه، فهيخلص، هيخلص بقى فيه، هيخلص في ولاده، هيخلص في مراته، هيخلص على حياة عينه، هيخلص هيخلص في دور له خلاص في الدنيا وفي الآخرة. أنا نفسي تختفي الطرف الثالث، هو أصلا يهرب منها ويجيني، لكن لسه مش متشافي، ما قبلتش أرجع حتى يتشافى ويعرف يختار. ولا ترجعي يا حبيبتي، ما تقلليش نفسك، انت تاخدي ربع راجل، تعالوا هنا، انتوا عايزين ربع راجل ليه؟ عايزين ربع راجل ليه؟
ربع راجل هتعملوا ايه بيه؟ اللي هيبقى قاعد واول ما يرن التليفون يجري عشان يرد عليها، ولا ما يردش، ولا يقفل الموبايل عشان خايف، ولا تجيبه مش عارفه من على لوكيشن ايه، ولا تعمل ايه، ولا تبقى انتي قاعده مهدده، ولا تبقوا بتدوروا على مكان عشان تروحوا عشان مش عارفه ليه. يا حبيبتي القصص السودا اللي انا بسمعها منكو دي ليه يا قلبي؟ تقهري نفسك عشان ايه؟ ده يا بت في اللي بعد منه احسن مليون مره، وبيبقى قمر وبيبقى حنين وبيعرف يودك وبيعرف يقدرك. لما انت تقدري نفسك وتعرفي كده وتقولي لنفسك انا استحق احسن منه، انا استحق حد يبقى ليا، انا كلي هو كله كده يبقى ليا. وكتير يا حبيبتي موجودين، السوق مليان يا روحي، بس ما تروحيش تاخدي المعطب. بوري قلبي محلاك وانت معصبة. اه بيجننوني يا اختي بيجننوني. مساء الخير ست الكل ناني. صباح الخير يا حبيبتي، ده الفجر الدنيا نروح. كتبت لك في اللايف الماضي صاحبة التوأم 22 عام. اه يا حبيبتي لم اعلم باني توأم الا منذ حوالي سنة ونصف. يا رب التشافي ان شاء الله، لسه قدامك شوية يا حبيبتي. معلش انا مشكلتي اني دايما بحلم بيه انه هيرجع لي، اعمل ايه؟ قولي بس. عقلك اللاواعي يا حبيبتي شغال انه ايه هيرجعهولك. رجع يا اختي، بقالك سنتين ثلاثة وعشرة بتحلمي بانه بيرجع. بيرجع يا روحي؟ انا كنت متزوجة نرجسي وعندي منه مراهقين، هل ممكن كارمة النرجسي تكون في الاولاد؟ ربنا يحفظهم. ما تكذبيش ليكي الشيء الوحش، تفكريش في الكلام ده، سيبيها على الله وقولي يا رب. انا توأمي مش متزوج ولا وعدها بشيء، قال لها اعتبريني صديق وهي تعلقت بيه. اتعلقت بيه الواد جنتل وحليوه واتعلقت بيه، ما كل النسوان بتتعلق بيهم. وهو يعني ما بيوعدش حد، ولا وعدك انت كمان يا حبيبتي، ولا وعدك، ولا بيوعدها، ولا هيوعد ولا واحده. هو عارف هو بيعمل ايه يا حبيبتي، ويسيب دي في مرحله اوف ويرجع لدي في مرحله اون، ودي تفرح شويه ويقوم عامل لدي اوف ويقوم رايح للتانيه اون. حلوه الرحله دي. ها افرديه وكوي. اه والله افرديه وكوي صحيح، بالليه وشوي. لا استنوا يا اولاد لما اشوفها، والله ده اغنية، اغنية كانت غريبة جدا ورهيبة والله العظيم. ثلاثة كانت صح، مش عارفة كانت بتقول لها خديه واعملي ايه، مش عارفة. اه اسمعي حبيه وخديه، اه وابلعي بيه. حبيه وخديه وابلعي بيه، صح ما يوعد. ما انا عارفه انه صح يا حبيبتي، وانا بقول حاجه غلط في الليله السودا دي. انا حبيب ليله بيضه ان شاء الله علينا كلنا يا رب. اه بنقول حاجه غلط في ام العلاقه دي. ما هو يا حبيبتي كده، اون من هنا اوف هنا، اوف هنا اون هنا، وعيشوا بقى. اقعدوا استنوا يا حبايبي الاون والاوف. الاول كان طاقة اليان، الان طاقة الان الين هو يراقبني على جوالي الهارب. ما يراقبك، ما انتوا اول ما اول ما انتوا بتسحبوا نفسكم ما بتفكروش، هو بيتعدل لكن انتوا مش عايزين تعدلوهم. هل الهارب بيقول انا استحق احسن من المطارد لما يهرب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا بقول على استحقك، وهي راحة بتسأل هو معلي استحقاقه في كل حاجة يا حبيبة قلبي. هو معلي استحقاقه، يا ريت تحبوا نفسكم ربع ما هو بيحب نفسه وذاته ومقدر ذاته. هو لما بص ليكوا كمطاردات، وبتكلم على التوائم الحقيقيين، التوائم الصح، لما بص للمطارد، بص للمطارد وهو نجمة بتلمع في السماء، حد أعلى منه، حد ما كانش يحلم بيه اساسا انه يكلمه في يوم من الايام، انه يكلمه كلمه، مش انه يحبه او يبقى في علاقه معاه. فوقه هو معلي استحقاقه من بدري قوي، انتوا اللي مش واعيين للموضوع ده على فكره. وعشان كان معلي استحقاقه قوي خدكم انتوا فوق قوي. لما نزلتوا بقى وقللتوا استحقاقكم انتوا ونزلتوا في الحضيض، ها قفل عليكم وهرب خلاص.
صح والله، انا الان مستغربه كيف حبيته. قولي لنفسك ما كانش يحلم بيكو، ما كانش يحلم يقف يتكلم معاكي كلمتين، مش يقعد معاكي وتحبيه وتبقوا في علاقه. ده انتي اللي خليتيه بقى شاف استحقاق اعلى بقى، يلا وهز ثقتك بنفسك انتي، ده خلي يدمر. امال احنا بنقول فيه صفات نرجسيه ليه؟ عشان هو ده دوره اللي هو بيعمله معاكم. شفتوا الايجو اللي بيبقى عالي ده؟ هو بيجي اكسر الايجو، بس بيكسره غلط. فلما بيتكسر عندكم بطريقه ما غلط، انا ما بشوفش يا منى، انت بقى بتخافي وعندك خوف، وعالجوا الخوف ده على فكره ارجوكم، يعني حاولوا تعالجوا الخوف. يعني بتمسحي التعليق، مين هيخش يشوف تعليقك يا حبيبتي؟ ياخده ليه الخوف اللي جوه منكو ده؟ خليكي جريئة، ما تعمليش حاجة غلط، خليكي جريئة. أول درس أخدته منه إني أحب نفسي بالطريقة الصحيحة. بالظبط، بيسيطر على مشاعره صح، بيحب نفسه صح، معلي استحقاقه صح، عارف قيمة نفسه صح، وانتوا كمان زودتوا الموضوع ده عنده أكتر وأكتر وأكتر من جريكوا وراه للأسف. فانتوا كل ما بتجروا وراه بتقللوا من نفسكوا وبتعلوا الايجو عنده هو، وهو يبقى شايف نفسه انه خلاص دي لا فانا اشوف غيرها. شيطانه شغال معاه، وهو لا يعلم بالتوأمة ولا يعلم بيها، هو في اللالا لاند، هو مع الشيطان في اللالا لاند، زي اللي بتكتب لي كده فاتح مش عارفه ايه وعامل ايه وبيسوي ايه وبيشرب ايه وحريم ايه ودنيه ايه، عايش في اللالا لاند. وانتوا بتسحبوا طاقته السلبيه ليكوا. واحد متدمر اللي عنده علاقات جسدية كتير، يعني شاكرا الجذر عنده متدمرة، اللي جاية بتسأل وتقول أنا متزوجة وينفع أقيم علاقة جسدية، أنت جاية لي أقول لك أنا حلال ولا حرام؟ ما الحلال وبين والحرام وبين، أنا اللي هقول لك حلال ولا حرام؟ طب اعرفي إن الحرام ده أنت ممكن تبتلي بسرطان، تبتلي ببلوى ربنا يقعدك فيها عمرك كله، ما تبقيش لاقية نفسك بتتشافي، ساعتها تقولي يا رب ارجع بس ولو يوم سليمة، يبقى تفوقي لنفسك. ده الواحدة بتاخد فترة 3 شهور و10 ايام عدة عشان تنظيف الرحم. العدة دي صحيا للست، مش مجرد الدين وبس، ده عشان الست، عشان الرحم ينضف، عشان ما ينفعش جماع زوجين ولا جماع اتنين، كان ربنا زلنا بقى بزوجين لو الست ينفع كده. شوف انت قد ايه بتدمري عندك في شاكرا الجذر، قد ايه بتدمري الرحم بتاعك، قد ايه كانك بتاخدي ميه نار في الرحم بتاعك. ده غير الابتلاء اللي ربنا هيقوم، خدي بقى ما انت بتهزي عرشي، ده زنا ما فيهوش بقى لا كاني ولا ماني، بتهزي عرشي خدي طالما مش عايزه تفوقي، يا تاخدي في صحتك يا تاخدي في اغلى مليكي. طب وليه ما نفوق ونبعد عنه عشان نشتري نفسنا، نتعلم منه حاجات كتير؟ المفروض ان احنا اتعلمنا حاجات كتير. سيطرة على مشاعر، نسيطر، حب الذات، نحب نفسنا، ندور على وفرتنا، ندور على شغلنا. هو حياته رقم واحد شغله، رقم واحد في حياته شغله، تقدري تكلميه وهو في شغله؟ يهينك، يهينك بايه؟ بالتجاهل، او انا مش فاضي لك دلوقتي، او ايه التفاهه دي انا مش فاضي دلوقتي، هتعملي ايه؟ كلكم بتيجي تقولوا لي كده، لا انا مش فاضي دلوقتي، او ما ردش، او كنسل، او ولما بتيجي تكلميه طب انت كنسلت وما ردش، انا كنت في شغل. طيب ويقعد بيومين ثلاثه ما يردش عليكي، لان هو في دماغه ايه؟ دي واحده ده فاضيه، والراجل ما بيحبش الست اللي دماغها فاضيه، والست اللي مستتبعاه ومراقباه وعايزاه، لا خالص ما بيحبش كده. كل حاجة موزونة صح، ده حتى الزوجة اللي بتبقى مع زوجها ما ينفعش ان انت تبقي على طول خانقاه، ما ينفعش. ما هو بيضحك بره، اه بيضحك بره، بيعرف حريم بره، اه بيعرف حريم بره، بس انا عندي ثقة بنفسي، ما هو هيلف في اللف وفي الاخر راجع لي، اصل انا مش همنعه. عندك ألف حق في كل كلمة قلتيها، والله العظيم ثلاثة انتوا هتجننوني، أمارات، أنا بشوفكوا أمارات.
امارات بتحطوني وبتخلوا وبتخشوا لي فريند وبتبعتوا لي صوركم امارات. الله اكبر، ربنا يحفظكم. ليه بقى؟ ليه تستمري؟ اخرتها مفيش برضو، مش هيتصلح حاله، انسوا، الا بامر من الله. طب بامر من الله امتى؟ لما انا اطلب التغيير من نفسي. لا يغير الله بقوما حتى يغيروا ما بانفسهم، لازم هو اللي يتغير الاول ويطلب من الله ان هو يغيره، هيتغير. صح، اليوم جاني قال لي من فضلك لا تتصلي بيا مجددا، لكن فكرت هو مين وانا مين. عرفتي؟ عارفه انت بقى لو كنتي من قبل ما تسمعي الكلمتين دول اديتي له الباب على وشه، قفلتي الباب خالص بالتجاهل، لان التجاهل للشخص بيحرقه. جربي كده لما تبعتي لحد وما يردش عليكي بتتضايقي ازاي، انا يتعمل كذا. صح، تخيلي بقى ما بينك وما بينه علاقه مش بيزنس بس، يعني مش شغل، يعني مش صداقه بس ولا شغل بس ولا معرفه بس، لا علاقه المفروض تكون متوازنه. فانا ببعت له بيتجاهلني، لا طب ما انا شكرا، طب ما انا اللي تجاهله ليه؟ معلش يعني، طب هو انا مخلوقه مثلا ناقصه ايد ولا رجل؟ بالعكس، ده انا ربنا معززني اكتر مني يعني. معلش يعني، مديني حاجات كتير قوي. ليه؟ شكرا. عايزه حب، احب نفسي، اعيش الحب مع كل اغنيه، كل اغنيه اشغل الاغنيه واعيش الحب معاها واعيش الرومانسيه معاها وادلع نفسي على راي تامر حسني، من النهارده هدلعني، اخرج معايا وفسحني. اعملوا كده، تقعديش في اكتئاب لحظه، ما تسلميش نفسك للوحده. اغير الناس والمحيطين اللي حوالين مني اللي بيستنزفوني طاقيا، اغير الناس السيئه، اغير الجو اللي حوالين مني، اسافر في اي مكان هلاقي وهجذب علاقات ايجابيه ليا. هتلاقي نفسك في علاقات بتجذب ليكي بدون ما تشعري، باشخاص نفس ذبذباتك على نفس ذبذباتك، وهيبقوا كويسين جدا وهيبقوا مريحين، هيعرفوا يفهموكي. ما احنا كمان بنبقى في مجتمع حاسين ان احنا بنتكلم لوغاريتمات طلاسم،